أعلن منتدى مصر للإعلام عن انطلاق فعاليات نسختها الثانية يومي 26 و27 من نوفمبر المقبل في القاهرة تحت عنوان عالم بلا إعلام. يحضر المنتدى أكثر من 2000 صحفي وإعلامي ودارس من مصر ومختلف أنحاء العالم بالتعاون مع عدد من الشركاء الدوليين، وتناقش نسخة هذا العام على مدار يومين وخلال ما يقرب من 84 فعالية تناقش التحديات التي تواجه العمل الصحفي وأحدث التقنيات المستخدمة في غرف الأخبار عبر مجموعة من الجلسات والنقاشات المعمقة التي تطرح عدة قضايا هامة، بالإضافة إلى عقد مجموعة من ورش العمل التقنية تستهدف صقل مهارات الصحفيين وإمدادهم بأحدث المعارف المهنية.